مبسوطين قوي نكون معاكم النهارده الصبح. عاوزين قبل ما نبتدي حلقتنا نرد على سؤال اتسالناه على فيسبوك، احنا ليه ورانا مارلين مونرو؟ معظم الناس بتبقى حاسه الاستوديو جميل جدا، الديكور حلو، لكن اشمعنى مارلين مونرو وراكو؟ عيب يعني، مارلين مونرو برضو مش حاجه مشرفه تحطوها وراكو. فالفكرة هي انه مارلين مونرو مش بس مثال للإغراء والجمال في السينما، ودي حاجة مش بنحب ان نحطها في برامج مسيحية، لكن هي كان عندها كل حاجة بمعايير الدنيا اللي احنا فيها دي. عندها الجمال، عندها الفلوس، عندها حب الناس، كل يعني هي مثال الأنوثة اصلا. ف مارلين مونرو مفروض تكون مبسوطة، لكن في حقيقة الموقف هي ماتت منتحرة. واحنا كنا عاوزين نحطها ورانا علشان نفكر الناس انه ممكن الواحد يبقى عنده كل حاجة، جميل جدا، عنده فلوس، عنده شهرة، مفروض ميبقاش محتاج حاجة، لكن هي كان جواها فراغ خلاها تموت منتحرة في الاخر. واحنا عارفين انه احتمال مش كل الناس دايما تبقى عارفة هي كل الشرح ده، لكن احنا مبسوطين انه بيجيلنا اسئلة، وانه الصورة دي بتستفز الناس، وانه ايه الناس بتسأل اسئلة، واحنا نناقش ونتكلم في الموضوع ده. يعني هي فكرة الصورة ان احنا في الاخر يبقى عندنا فرصة ان احنا نقول افكارنا حوالين مارلين مونرو، وكمان منها نطلع للحاجات اللي بتخلي الفراغ ده موجود في قلوبنا، او الحاجات اللي بتملى الفراغ ده في حياتنا. فمن الحتة دي مارلين مونرو موجودة. واحنا دايما لما بنشوف حاجة وبتشد انتباهنا ونبقى عاوزين نسأل ونتناقش فيها، ده بيبقى احسن من كل حاجة تبقى بالنسبة لنا مريحة. فده جزء من احنا اللي حطيناها ورانا. طيب الموضوع النهاردة بقى، احنا اسمنا ابرة وخيط عشان احنا مش برنامج خياطة، لكن احنا برنامج زي مثلا بنقدر نفك حتة ونخيطها تاني، ونشوف ازاي نعمل حاجة شكلها حلو في الاخر، لكن بعد ما نكون عدنا التفكير وفكينا حاجات مش عجبانا وضيقنا مقاسات وسعنا مقاسات، قررنا نعيد الشكل من الاول تاني. فاحنا النهاردة عاوزين نبص على الحاجات اللي احنا خيطناها في حياتنا، والافكار والمسلمات اللي اخدناها في حياتنا وقررنا ان هي دي صح، وعملنا مكيالين. عايزين كمان نقص في ثقافتنا، يعني نقصقص منها الحاجات اللي مش عجبانا او احنا مش شايفين انها مناسبة، ونعيد تشكيلها تاني ونحطها. هي دي فكرة ابرة وخيط، ان الابرة والخيط بيهم انت بتقدر تشكل الحاجة وتعمل حاجة جديدة وجميلة، زي ما في البرومو كده بيطلع فستان بيعمل حاجة حلوة. احنا هنتكلم عن المقاييس المختلفة في حياتنا. وقت بيبقى عندنا مقاييس مزدوجة، كل واحد فينا عنده معايير مختلفة عن التاني، ودي حاجة احنا قابلينها، لكن عايزين نفكر فيها ليه احنا بيبقى عندنا مكيالين لكل حاجة. هل اصلا انتوا شايفين ان احنا عندنا مكيالين لكل حاجة، واحنا مين اساسا؟ برضو سؤال محتاجين نسأله ونعرفه. يعني عايزين نتكلم كمان عن المكاييل المختلفة اللي بنتعامل فيها جوه الكنيسة وجوه حياتنا، في حاجات كتيرة جدا، زي مثلا المكاييل المختلفة ما بين البنت والولد. يعني البنت مثلا لو صاعت ولو شربت سجاير ولو بقى ليها علاقات كتيرة، تبقى دي بنت مش كويسة، وتبقى بنت صايعة، وتبقى ليها كذا مسمى. لكن لو الولد عمل كده وبقى ليه علاقات كتيرة، مش دايما بنفكر فيه بنفس الطريقة. يعني ممكن يبقى ليه مسمى شقي شوية، بيلعب بديله كده، يعني نبقى بنهرج في الموضوع. لكن البنت تبقى اخر الدنيا، يعني تقوم الدنيا ما تقعدش، وبنحتفل بيهم بقى الولاد دي كمان لو قرروا بقى يرجعوا كده وربنا هداهم وكوزوا مش عارف ايه، كويس برافو يعني. ونبتدي نطلعهم في المؤتمرات يقولوا اختبارهم، وانا كنت وبقيت
وما يبقاش عنده اي نوع من الاحراج في انه يحكي عن اللي حصل في حياته. ولكن الست بيبقى مختلف جدا، يعني ما بتقدرش الست لغايه دلوقتي تطلع تحكي اختبارها، مع انه غالبا في ستات كتير بيبقى عندهم اختبارات شبه ديت. فممكن تحكوا لنا يعني اكتر عن ايه المكاين المختلفه في حياتكم، وهل انتوا بتحسوا انه في الازدواجيه دي ولا لا؟ كمان في معايير مختلفه احنا بنقيس بيها الدنيا جوه الكنيسه وبراها. يعني احنا دلوقتي في وقت الكنيسه فيه بتخرج للمجتمع الاوسع وبتطالب بحاجات وبتنادي بحاجات، بحريه، بعداله، بمساواه. نحب قوي نسال الناس اللي احنا مش متفقين قوي معاهم في ارائهم السياسيه والفكريه، طب ايه رايكم في الستات؟ طب ايه رايكم في الحريه؟ طب احنا ايه راينا في الستات؟ احنا ايه راينا في الحريه؟ احنا واحنا مدعوين نكون نور ونكون يعني بنقاوم اللي بيحصل حوالينا في المجتمع، احنا بنعمل ايه مع بعض؟ يعني جوه المجتمع الكنسي؟ جوه المجتمع الكنسي، يعني قبل ما تطلع وتسال حد انت مخونه شويه او مش مطمن له شويه، رايه ايه في مواضيع معينه؟ لازم تسال نفسك بينك وما بين نفسك، انت رايك ايه في نفس المواضيع؟ يعني قبل ما نسال مثلا ينفع الست تبقى رئيسة جمهورية ولا لا؟ نشوف اذا كان ينفع تتكلم في الكنيسة ولا يعني لا، نشوف لو يمكن ينفع توعظ ولا لا، مش بس تبقى قسيسة، يعني مش هخش في الموضوع ده، بس يعني ده يعني معايير مزدوجة. يعني غالبا انا عاوزين الناس اللي بتفكر انه الست مش مفروض توعظ في الكنيسة، هل مفروض تبقى رئيسة دولة؟ يعني عايزين نعرف الناس كمان بتفكر ازاي. لو انا رايي انها مش مفروض توعظ في الكنيسه، يبقى المفروض اقول يبقى انا رايي زي راي الناس التانيه دي اللي بتقول انه الست مش مفروض تبقى رئيسه جمهوريه. وناس مثلا اللي عندها مبدا انه انا لا مش هروح المحل الفلاني لانه عنده كتابات دينيه على الحيطه وعنده مولع دايما قران، انا وما بيشغلش مسيحيين، فانا هقطعه لانه دي نوع من ازاي يعمل كده مع المسيحيين، التمييز، فانا مش هشتري من عنده حاجه. طيب يا عم انت بتشتري من المكتبه الفلانيه معلقه صوره العذراء مريم ومولعه قنوات مسيحيه وما بشغلش مسلمين. اه طبعا. ليه؟ طيب ليه انت ضد التمييز، بس ضد التمييز ضد المسيحيين لكن مش ضد التمييز ضد المسلمين. هل احنا بنفكر بس في نفسنا اوقات ومش بنفكر؟ هو انا بيتهيالي انه مفيش حد ضد يعني مش ضد التمييز ضد المسلمين. الناس مش بتقرر اوكي انا بقى ايه هميز وهبقى متعصب وكده، لكن مش بناخد بالنا، يعني مش يعني بنسخن قوي احنا على التمييز ضد المسيحيين في اوقات كمسيحيين اوكي، لكن مش بنقول انا متضايق علشان ده اخويا او كده او ده تمييز ضدي. لا، انا بقعد اتكلم عن الحريه والمساواه وحاجات عامه وعاليه قوي وحاسس نفسي موضوع مبدا بقى، موضوع مبدا وكده. خلاص موضوع مبدا، يبقى انت لازم تبقى واخد بالك بمبدأك ده لما المسيحيين يميزوا ضد المسلمين، لان ده بيحصل برضه على قد ما بيقدروا يعني. في امثله تانية مثلا زي غير كده، زي مثلا واحده ست تبقى متعصبه جدا للستات، فلما واحده تقرر انها مش هتتجوز ومش هتخلف وهتركز في شغلها وازاي تتحسن وتاخد مناصب اعلى وكده، فالست المتعصبه للستات تقول طبعا ومن حقها، واحنا بقينا في زمن غير الزمن ولازم الستات يبقوا في شغلهم ناجحين واشمعنى الرجاله. تيجي في نفس الست برضه تقول لها الراجل ده قرر ما يتجوزش وما يخلفش ويركز في شغله، طبعا عنده مشاكل في الالتزام، ما هو ده اللي يعني، وهكذا. يعني اوقات نفس البني ادم بيبقى عنده طريقه تفكير ناحيه نفس الموضوع، بس لما الناس بتختلف طريقه تفكيره بتختلف. احنا معانا تليفون ابو يوسف من العاشر من رمضان. الو، صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. ممكن اشترك معكم؟ اتفضل حضرتك على الهواء. طيب انتوا حطيتوا اكتر من موضوع للموضوع النهارده. هو الموضوع كبير. واحد، هو المعايير المزدوجه، لكن احنا ادينا امثله كثيره. اصل انت قلت يعني ممكن البنت تشرب سجاير
ممكن تعمل كذا ممكن لا احنا ما قلناش كده. لا 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 احنا ما قلناش كده. احنا كمان احنا بنقول بس انه البنت اللي بتعمل كده بنعاملها اوحش قوي من الولد اللي بيعمل كده. يعني احنا متفقين مع حضرتك انه السجاير مش احسن حاجه، محدش بيقول اشربوا سجاير يا جماعه، لكن دلوقتي بنتكلم في انه هل انا نظرتي للبنت اللي بتشرب سجاير زي نظرتي للولد انه دي عاده مضره، ولا انا مع البنت ببتدي اقرر انه دي انفلات اخلاقي وقله ادب وصياعه وكده، ومع الولد بحس عاده مضره. على فكره انتوا صوتكم سرعة النهارده، مش مركز معاكم خالص. طب الو الو ايوه عايز تهدى الصوت شويه عشان انتوا اسرع مني جامد قوي، فمش فاهم. طب احنا يعني طب احنا طب اتفضل حضرتك كنت بتقول فكره. انت الاول قلتي يعني البنت لازم تكون كذا وكذا، ويعني ايه لو عملت كده هنقول عليها ان هي مش كويسه والكلام ده. ما انا هقول لك على حاجه، انت بتقولي معايير، فهو مش لازم تكون البنت بتعمل اللي زي ما بيعمل الولد. يعني بالنسبه انت بتقولي دي داخل الكنيسه. الو ايوه معاك سامعينك. انت بتقولي داخل الكنيسه، يعني احنا كنا داخل الكنيسه مع بعض، كل انسان فينا بيخدم ربنا في شيء. يعني مثلا في فريق الترانيم، في فريق التمثيل، في فريق الترتيب كده، فاحنا كلنا اخوات. يعني مثلا بنات وصبيان كبير وصغير، كل واحد ليه معايير بيشتغل فيها. ايوه فايه الفكره؟ فانت بتقولي ممكن انا ما عنديش مشكله ان البنت تكون وزيره، تكون سفيره، تكون رئيسه، ما عنديش مشكله. ما عنديش تعصب ان انا اقول لها ازاي البنت ما بتعملش كده، لا لا اطلاقا خالص ما ينفعش. صح. يعني هي من حقها البنت يكون لها زي الولد بالظبط، بس في اشياء الولد هو بيكون يعني بيتهيألي كده ليه مكانه برضه في الحياه. فانت معاك حضرتك، انا مش فاهم الفكره قوي. يعني انت مثلا اهو مذيعه، ايه المشكله يعني؟ في ولد مذيع. ايوه. ما عنديش مشكله. فهو انت بتقولي مع يعني انا ما ارتبطش بحاجه بين الولد والبنت، حاجه انا وتشرب سجاير او تخرج بمزاجها او كذا، طبعا احنا كشرطيين في عادات وتقاليد بتسحب الموضوع ده. فانت تقصد انه الادوار المعايير مش مختلفه، لكن الادوار هي اللي مختلفه. شكرا ليك، شكرا على المكالمه. احنا معانا تليفون تاني. الو، وديع من المنيا. الو صباح الخير. صباح النور، اتفضل. أنا ليا مداخلة معينة، بس أنا في موضوع إن كانت المرأة تتكلم في الكنيسة أو لأ من ناحية، وهل تنفع تبقى رئيس الجمهورية من ناحية تانية. إحنا عندنا آية واضحة بتقول آتوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ما ينفعش ندخل الدين في السياسة. يعني ممكن المرأة يبقى لها وضع في الكنيسة، لكن تبقى في المجتمع رئيس الجمهورية ورئيس وزارة وكل حاجة، فدي مهمة أوي، لأن يمكن دي أكتر حاجة بس هي في عندنا فيها مكيالين، ان احنا يعني بنتهم حتى المسلمين ان هم بيدخلوا الدين في السياسه، واحنا بنعمل كده اكتر منهم شويه. يعني المراه في الكنيسه ممكن تتكلم عن وضعها، لكن بره الكنيسه ما ينفعش اخلي وضعها جوه زي وضعها بره، برضه الرجل نفس الكلام. فدي اللي كانت المداخله الاساسيه بتاعتك. يعني راي الاستاذ وديع انه لازم يبقى كتابيا يبقى في مكيالين، مكيال بره الكنيسه ومكيال جوه الكنيسه. انا رايي انه يعني لو احنا بنتعامل مع الدنيا على انه هي مجموعه من القواعد بس، خلاص ماشي، هيبقى عندنا قواعد لهنا وقواعد لهنا وقواعد لهنا، لكن احنا مش هنبقى كده متسقين مع بعض كلنا، يعني مع نفسنا. يعني انا جوه نفسي لازم اكون فاهمه، انا رايي انه الست ما ينفعش تقود في الكنيسه ليه، لكن ينفع تقود بره ليه. يعني فين الفكره اللي ورا قياده الست في الكنيسه وقياده الست بره؟ ايه هي الست، ايه هو دورها، ايه اللي هي تقدر تعمله، ايه اللي ما تقدرش تعمله. لازم اكون متسقه مع نفسي، الفكره العامه هي ايه. انا بحاول اقول لا، الست ينفع تكون وزيره ورئيسه جمهوريه وكده، لانها عندها نفس القدرات الفكريه والعقليه، وعندها نفس عندها يعني هي كلها على بعضها يعني مساويه للراجل. طيب ماشي، فدي الفكره. طب في الكنيسه ايه الفكره اللي مخليني حاسه ان ما ينفعش تقود؟ فين المبدا، مش بس القواعد. يعني احنا تالي السؤال اللي واصلين له دلوقتي هو حسب كلام الاستاذ وديع انه في مكيالين فعلا، واحد جوه الكنيسه واحد بره الكنيسه، نعطي ما لقيصر لقيصر. فاحنا عاوزين نطلع فاصل ونرجع نفكر مع بعض اكتر في السؤال ده. مهم ان احنا بس انا عايزه اقول انه موضوع المكيالين وما لقيصر لقيصر وما لله لله، وهل الايه دي معناها كده، مش بس في مواضيع الستات،
لكن في حاجات تانية كتير قوي. احنا مش بس عايزين نتكلم في الستات النهاردة، عايزين نتكلم في فكرة المكيالين دي ايا كان. نطلع فاصل هنرجع تاني. ليه احنا مش بنستضيف متخصصين، حد يجيب لنا من الاخر ويحل المشكله ويدينا يعني خاتمه؟ اللي بيستفزني اكتر في الصوره النمطيه ان انت بتصدقها. اول ما ركبت في التاكسي يقول لي اهلا. قضيه التمييز بغض النظر بقى انا ميزت ازاي، علشان احنا معظمنا زهق من انه حد يقول لنا ايه الصح وايه الغلط، لان معظمنا اصلا عارفينه، لكن عايزين حد عايش الحاجه وحس بيها وعدى في مشاكل زيها. حاسه بايه؟ يعني ايه اللي كان بيحصل جواكي في قلبك؟ دي حياتي ولازم امشيها. مش عارفه شكلي تخين، طب لا مش عارفه اعمل ايه. فاول مره خالص كنت متوتره جدا. انت عندك حلم؟ يلا يعني انجزي. عشان كده بنفضل حد يكون مش واخد الصوره بتاعت شخص متخصص هيدينا الحل، لكن حد هيخش معانا في نقاش ونوصل مع بعض لحاجه او ما نوصلش. بس مفيش حد عنده الخبر اليقين، مفيش. ده رأيي، مش عارفة. احنا لازم نسأل وندور ونبحث. أنا ماري. أنا مي. أنا ساندرا صاحبة مي. الناس مراياتنا. اول ما باب الاسانسير يتقفل بقى في مرايه، مش بس المرايه اللي احنا بنبص فيها، وكل اللي بشوفه اللي ماما بتقوله. ازاي تقولي كده لبنتك؟ مناخيري كبيره شويه بس عادي، مش بحس ان هي مخليه شكلي وحش قوي. غالبا انا عشان كده ما بحبش اتصور. اي بني ادم ممكن يتصور صوره حلوه. تهيألي ان احنا معانا دلوقتي تليفون. الو الو الو. اه ذا سكاي از ايفري. بنات بيكونوا صحاب البنات. انت الصوره تحسي تبصي لها وتحسي اه دي صوره حلوه، دي تحفه فنيه، بيبقى شكلك حلو اكتر، بتبقي مبسوطه. لحظات بتجري جامد قوي. بحب صوري وانا صغيره. هي مقتنعه انها مش حلوه. انا بحس انه كل واحد عنده حته فيها جمال. اي بني ادم فوتوجينيك، بما محتاجين الكلام الكويس عشان نتغير. قبل الحلقات هنبقى بنحط فيديوز اللي احنا هنعرضها، ممكن قبل الحلقه تسالوا على حاجات بنجاوبكم عليها واحنا في الحلقه. هنبقى بنرد عليكم من خلال تويتر وفيسبوك، تسالوا كل الاسئله اللي انتوا عايزينها. منتظرين ان احنا نعرف منكم اكتر ونرد عليكم. هو مش برنامج خياطة على فكرة. من التليفونات اللي جت احنا حسينا ان الناس يمكن مش فاهمه قوي احنا نقصد ايه، او بيمسكوا في الموضوعات اللي هي قلناها كامثله. بس احنا نقصد النهارده ان احنا بنتكلم عن ان احنا بنتعامل بمكيالين، كل واحد فينا كلنا بنتعامل بمكيالين مع الناس. يعني ممكن جوه الكنيسه نتعامل مع الراجل بشكل ومع الست بشكل، زي ما مي وساندرا حكوا. ممكن جوه بيتنا نتعامل مع ولادنا بشكلين مختلفين، وده بيحصل وما ينفعش حد يقول مش بيعمل كده. ممكن مع اصحابنا نتعامل مع ده بشكل ومع ده بشكل تاني، في نفس الحاجه في نفس الحق. انا مش بتكلم على انه ده اقرب لي من ده، انا بتكلم على الحق، انه انا مش بدي او انا عندي مبدا او حق في دماغي معتقده بيه ومصدقاه ومقتنعه بيه، لكن مش بعمل نفس الحاجه مع الناس لما بيجي الموقف اللي انا لازم فيه اقرر انا هتعامل ازاي. يعني مثلا واحده صاحبتي كانت بتحكي لي انه هي عندها ولد وبنت، بتحكي لي انه حماتها مقتنعه انه لازم الولد يتعامل بطريقه غير البنت. فمثلا في العيد الحما عايزه تدي للولد عيديه اكتر، هما صغيرين اطفال، عايز تدي الولد عيديه اكتر من البنت. فالام قالت لها ليه تعملي كده؟ قالت لها لا ما عشان الولد. طب ليه يعني؟ ليه عشان الولد ياخد عيديه اكتر من البنت؟ يعني مفيش اي سبب ولا اي معنى لكده. وهنلاقي وهكذا وهكذا وهكذا، وطبعا على الحاجات الكبيره اللي مايو وساندرا كانوا بيتكلموا فيها. فانا عايزه اوضح بس ان احنا بنتكلم عن المكيالين في حياتنا، مش على مواضيع بحد ذاتها اللي هي ست توعظ ست ما توعظش الناس يعني كده. معانا تليفون. الو ايوه
الو مدام ايفون اتفضلي حضرتك على الهواء. اهلا بيكي. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. انا مبسوطه قوي بالبرنامج وبالكلام الحلو الجميل اللي انتوا بتتكلموا عنه. شكرا. انا من رايي ان الست تقدر تعمل حاجات كتيره صح. يعني مش احيانا الراجل بيبقى في البيت ما بيعرفش يتصرف احيانا زي الست، واحيانا الست بتبقى ضعيفه. يعني في بعض احيانا بتبقى الست مش عارفه تعمل حاجه، بس في ستات كتيره قوي انا اعرفها وبتعامل معاها عندها الشجاعه ان هي تعمل كل حاجه، تربيه الاولاد وشغلها بره، وان هي تبقى في الكنيسه زي ما في بيتها زي ما في شغلها بره بادبها واحترامها، وبتقف في وسط رجاله وبتعمل كل حاجه كويسه. يعني مش كل، يعني هي انا متهيالي ان هو حسب تربيه الاهل. يعني هل الاهل مربيين البنت دي الست دي كويس من زمان ولا هي ايه؟ ايوه طبعا. يعني احنا متفقين يعني طبعا على قدره البنات انهم متربيه تربيه كويسه هتفضل تحافظ على عيالها وعلى جوزها وعلى بيتها، وان هي هتقدر تبقى استاذه في الجامعه، تبقى مدرسه، تبقى محاميه، تبقى رئيسه وزاره، تبقى رئيسه. يعني في حاجات كتيره قوي احنا بنسمع وبنشوف ان ازاي الام بتضحى عشان خاطر ولادها واسرتها، وبتقدر في شغلها في حياتها بره البيت زي ما هي جوه البيت. صح. شكرا. ما بيبقاش في فرق بين الولد والبنت. الام العقله سامحيني في التعبير اللي هي عندها حكمه ان هي تبقى زي ما بتعامل الولد تعامل البنت، ما فيش فرق بين ان الولد اكتر من البنت. أيوة. بالعكس البنت كمان بتشيل مسؤوليه اكتر. المفروض ان احنا ناخد عيالنا بكل حب وكل تراضي. شكرا. ميرسي. شكرا. ميرسي جدا على مداخلتك. ميرسي. معانا تليفون تاني. متشكرين جدا مدام ايفون على مداخلتك. احنا متفقين معاكي في كل حاجه انت قلتيها. الو جدا. معانا تليفون تاني. مجدي. الو. ايوه تمام. حضرتك مجدي ابراهيم اسكندريه. اتفضل. اهلا بيك. ايه رايك في اللي احنا بنتكلم فيه مكيالين؟ هل بنحس ان اولا هو كلام جميل جدا طبعا، بس هو تقريبا كلنا عندنا، مش هو مكيالين، عندنا تقريبا الزواج في الشخصيه. ايوه يعني انا في مجال شغلي بره متفائل وبضحك وما بعرفش ايه، واجع في البيت بيبقى عندي نوع من الصمت، ولادي ومراتي يعني ما فيش. مراتي وهي خارجه بشكل، وانا بتكلم على فكره مش على خاصه على حياتي، بتكلم عامه. الست جوه البيت شكل وبره البيت شكل تاني خالص. مع اصحابها وما بعرفش ايه، ضحك وهزار مع الولاد شخط وكده. فيعني بس بتحس انه في المبادئ وفي الافكار اللي احنا حضرتك بتحس انه في المبادئ. ايوه معاك. عايز اسالك سؤال، بتحس انه في المبادئ وفي الافكار اللي احنا بنتكلم عنها وبنقول ان احنا بنعيشها، بنعيش بطريقه مختلفه بقى في الحقيقه في افعالنا؟ مش بنعيش بطريقه مختلفه في افعالنا، احنا نفسنا يعني يعتبر عندنا شخصيتين، الزواج في الشخصيه، انا ممكن انصح حضرتك بحاجه واعمل غيرها. ايوه بالظبط. بالظبط كده. لكن في الحياه مثلا انا بقول لحضرتك ان الواحد بيبقى بره البيت بشكل وجوه البيت بشكل، ما هو ده مكيالين. يعني ممكن يكون بيتعامل مع الناس بشكل ولو عنده حد عنده مشكله تبص تلاقيه بيحلها له بسهوله جدا، في مشكلته هو ما بيش شايفها. بالظبط كده. فاهمه حضرتك؟ بتعامل مع اولاد الناس بشكل جميل وما اعرفش ايه، وتلاقيني مع اولادي بشخط وبنطر، مع ان المفروض العكس، مش المشكله جوه الكنيسه وبره الكنيسه. ايوه بالظبط في كل حاجه. فهمت. فعلا. صح. شكرا. ميرسي جدا. شكرا على مداخلتك. معانا عزيز من كفر الشيخ. الو. الو. ايوه. ايه رايك في اللي احنا بنقوله في المكيالين؟ الو. الو. ايوه مساء النور. حضرتك. انا عزيز واصف. انا مش معترض على المكيالين، بس هو في اختلاف عن حاجه واحده بس. اتفضل. فيه التمييز مش ما بين البنت والولد. هو حضرتك احنا المفروض يعني او الحاسه الارياف اللي ما بيننا ان في تمييز ما بين البنت والولد في المعامله في البيت، في الشارع، في الاكل، في الشرب، في المصروف زي ما حضرتك قلت من شويه. لكن ان انا ما اقدرش ان انا كمجتمع ريفي او مجتمع داخل البلد ان انا اخلي الستات انها تبقى ريفه او تبقى مثلا قسيس، علشان بيبقى في حاجات ياما مختلفه.
اوكي الو انا مش فاهمه معلش ممكن حضرتك تعيد الفكره تاني؟ يعني حضرتك كنت بتقولي من شويه ان مفيش فرق ما بين الولد والبنت. انا مش بقول كده، انا بقول هل احنا بننادي بده ومش بنعيشه؟ يعني انا مش بناقش فكره ان مفيش فرق ما بين ولد وبنت، انا بس بقول هل انا كمجتمع كنسي او مسيحي في الوقت ده في الزمن ده في البلد دي بقول انه انا عايزه ما يكونش في فرق بره في البلد وفي المؤسسات الدوله ما بين البلد والبنت، وبعدين بميز انا جوه الكنيسه او ما بين الطبقات او في حريه العقيده او في اي حاجه تانية. الفكره هي انه هل انا بطالب المجتمع بمبادئ معينه وفي الاخر انا مش بمارسها جوه مجتمعي انا اللي انا عندي سيطره عليه؟ ايوه فعلا. نعم احنا 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 بنطبق دلوقتي، احنا بنطبق دلوقتي الاساس ان احنا مش ما بننفذش اي حاجه من الحاجات دي. احنا في فرق ما بين البنت والولد، مش مفيش فرق، في فرق. فايه فحضرتك شايف انه في فرق لكن احنا المفروض نقول انه في فرق، ولا يعني احنا نقول خلاص يا جماعه دي عقيدتنا انه في فرق؟ احنا دلوقتي في فرق ما بين البنت والولد، مش مفيش فرق، في فرق وبيتعاملوا بهذه الطريقه. احنا كمجتمع شرقي بنتعامل ان في فرق، في لا ده خد بالك دي بنت، لا ده ولد. عامله بالطريقه دي زي ما حضرتك قلت بالظبط من شويه ان في فرق في المصروف ما بين الولد والبنت في العيديه. ده فعلا حقيقه موجوده، لكن ما اقدرش ان انا اقول للست الصبح انك تصبحي مثلا ايه قسيس في الكنيسه، مش هتنفع، علشان انا ممكن ما اتقبلش منها، او في ناس عقليتها يعني افقها ضيق شويه ان هو ما يستوعبش ان هو تبقى مثلا ايه ان واحده ست توعظه يعني او حاجه زي كده. في حاجه تانية حضرتك كنت ذكرها من شويه، ان بالنسبه لمؤمن او بالنسبه للناس المعينه المحلات اللي بتبقى مثلا مكتوبه ممنوع التعامل مع المسيحيين في العماله، طب ازاي انا اقبل ان انا اخش اكل عنده بالشكل ده رغم ان هو مميز؟ يعني عامل لنفسه قرف معين ان انا ما اخشش اكل عندك عشان ما بشغلش مسيحيين، وكاتبها واضحه. اوكي بس هروح انا اخش اكل عنده بشكل زي بس كده. هروح عند محل تاني هيقول ممنوع تشغيل المسلمين؟ لا مش عادي ضروري اقول، ما انا بخش محلات تانية بس مش كاتب العباره دي، مش موضحها لي قوي. طب ولو كتبها بضحة. لو انا عارفاها بطريقه ضمنيه ان هو ما بيشغلش مسلمين هروح برضو ولا مش هروح؟ لو ما كتبهاش يعني انا لو عارفاها مش كاتبها اخش عادي، لكن كاتبها ومميزها قوي ده زي بيقول لك مش عايز اكمل مش عايز مسيحيين. انا مش 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 عنصريه او حاجه او ان انا لو واحد حاطط صوره المسيح اخش او واحد كاتب ايه القران ان انا ما اخشش، لا انا بتكلم على حاجه واحده بس، ان ما يميزش ما بين فلان وعلان، ما اخش وخلاص، ما هو محل زي اي محل. لكن انا مش معترض على اي محل مثلا كنتاكي هو لازم يكتب ان التعامل مع المسيحيين او المسلمين، مش شرط. هو قصدي حضرتك ان هو يعني بيستفز الناس او ان هو بيقولها بوضوح ان هو ان هو بيستفز الناس بكلمه زي كده، ان هو بيقول مش عايز مسيحيين. اوكي ميرسي جدا على مداخلتك، وواضح يعني واضح انه الناس معترفه، يعني الناس بتقول يعني في كذا حد قال انه احنا ما نقدرش نبقى يعني ما نقدرش نعمل في موضوع الستات ده، يعني مثلا ان احنا ما نقدرش لكن نعمل الستات بنفس المعايير اللي بنعمل بيها الرجاله جوه الكنيسه، بس مش هي دي النقطه. هي يعني النقطه هي ازدواجيه المعايير، ومش بس ازدواجيه المعايير، هي انه الكنيسه ليها دور مش بس انها تبقى بتطبق اللي هي بتقوله ده، اول حاجه في ان انت تكون عندك اخلاق ومبادئ، ان انت تكون اللي انت بتقوله بتنادي بيه انت بتطبقه، يعني بدء زي بدء يعني، لكن كمان انه يكون ليها دور ريادي كنور في المجتمع وكمجتمع جوه مجتمع بطريقه او باخرى، انها تقاوم الافكار المضره او يعني الرجعيه بالزبط. او الافكار اللي احنا مش مؤمنين بيها في ممارستها هي. فلو انا شايف انه انا دلوقتي في الزمن ده في المجتمع في يعني في النقطه التاريخيه دي بعيش وقت في افكار عن القمع الديني او انه ما في يعني او عن التفرقه العنصريه او ان التفكير بس مهمه، مثلا نقطه حريه العقيده، ان احنا دلوقتي خايفين جدا 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 كمجتمع او دايما بنتكلم عن انه احنا ممكن يعني نقمع بطريقه ما في ممارساتنا الدينيه وفي حريتنا الدينيه. طيب ماشي، غير ان انا هقعد اطالب بحقي حقي 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 حقي، انا عندي ان انا
حقوق الناس التانية اللي أنا ممكن أديها لها اللي ما عندهاش حرية في العقيدة أديها لها أنا ككنيسة بالزبط. جوه سواء في الطوائف الاختلاف في الطوائف أني عامل كل الطوائف عامل الناس المختلفة عن الطائفة بعدل وبمساواة وإني كمان أسمح بتغيير العقيدة لو أنا بطلب أنه أنا من حقي أن أنا أكون أي حاجة أنا مؤمن بيها طيب لما إحنا نلاقي مسيحيين مش عايزين يبقوا مسيحيين اسمح لهم تحت مبدأ انه حرية العقيدة صح؟ بالزبط ما هو لو انا بطالب ده لنفسي انا اطالب بيه للاخرين زي ما الكتاب بيقول بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم يعني زي ما انت عايز الناس تعاملك اتعامل معاهم يعني زي ما انت عايز تتفهم او الناس تقدرك انت كمان قدرهم بس مشكلة ان احنا مش بنعمل كده حتى مش بس على المستوى الشخصي والعائلي لكن كمان على مستوى الكنيسة على مستوى البلد على مستوى المجتمع المؤسسات احنا الموضوع بيكبر يعني معنا تليفون الو الو ايوه اهلا بيك اتفضل انا اول مرة اشارك بس انا يعني شدني الموضوع فكنت عايز احكي في حاجة في وجهة نظر ربنا للموضوع نفسه في تكوين 1:27 بيقول فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم برك الله قائلا لهم اثمروا وتكاثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طائر السماء وعلى كل حيوان يتحرك على الأرض ربنا لما اتكلم قال إن خلق الإنسان على صورته ذكر وأنثى خلقهم باركهم أثمروا تكاثروا اخضعوا املأوا كل طريقة كلامه صيغة جمع عمره ما ربنا فرق عمره ما ربنا خصص حاجة عن حاجة لكن هو خلق الاثنين في حالة تساوي لكن لو كان في كسر حصل فالكسر ده حصل نتيجة خطية دخلت على العالم هو ده اللي كسر هو ده اللي ميز دي حاجة تاني حاجة لما أنا ببقى عايش في خطة ومشيئة وعيني بتروح على خطة ومشيئة حد تاني غيري فأنا بعمل مقارنة ما بيني وما بين حد تاني أو العالم والناس اللي عايش حواليا بتحطيني في صورة مقارنة ما بيني وما بين حد تاني وحتى ده رب يسوع يعني فصل فيه وهو على الأرض لما بطرس كان بيتكلم بطرس عن رؤية حياته وعن طريقة هيعيش بيها وان اثنين هيحملونك وقت تتحرك فمجرد ما قبل يسوع ما يخمص كان بيقول له على يوحنا وهذا ما له فربنا قال له انت مش ليك لو عايز اخليه لاخر خليقة لحد ما انا اجي تاني اخليه ده مش ليك ما تشغلش نفسك برؤية حد تاني غيرك اشغل نفسك برؤيتك انت بس وتحرك فيها انت لوحدك او انت تحرك من ساعة لكن ما تحطش عينك على مقارنة ما بينك وما بين حد تاني شكرا ميرسي على مداخلتك قوي هو بيقول انه برضو انه الله خلق الانسان الراجل والست زي بعض ما فيش فرق بينهم بيؤكد يعني الو ايريني من المانيا قطعت هو احنا مش بنتكلم بس على الرجاله والستات برضو تاني احنا بنتكلم عامه ان احنا بقى عندنا مكيالين حتى ممكن يبقى عندي ولدين ولادي اثنين ولاد مش ولد بنت وبعامل ده بطريقه وده بطريقه تانية هنطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم في نفس الموضوع احنا برنامج ابره وخيط هل احنا عايزين ناس تحت السيطره ما بتغلطش وبالتالي ما بتتعلمش مش ضروري خالص نستقل باللي حصل لنا مهما كان ده هيكون بالنسبه لشخص تاني هايف مدرسه قصت شعر بنت في فصلها لانها كانت رافضه تتحجب يمكن نلاقي امل ويمكن نلاقي ابتسامه لما نشوف وش بعض اللي تعرض لنفس النوع من القمع او من التعذيب الانتهاك اللي انا تعرضت له بالنسبه لك ولا حاجه فخلاص يعني كأنه مش موجود حتى إن كان الكبار ظلموا في الأرياف اللي جاب لنا
يعني بناتنا مش عايزين نظلمهم زيين. فرق ما بين اي ناس عندهم ثقافه وثقافه تانية. لازم لو يرجع لورا اخش المدرسه معلش. البنت الحلوه هي اللي شعرها طويل وما عندهاش ولا شعرايه بيضة. توصل رسائل انه الجواز هيحصل لو انت بيضة واخده بالك من نفسك. كان نفسي المجتمع ده يبطل الحته دي. ما تقارنوش نفسكم بمعايير اعلام هتدمر اي بنت. جمالها معقول بس شخصيتها قوية جدا. في السعودية في تحرش وفي تجاوزات برغم من انه الستات محتشمات. والاحتشام اصبح موضة يعني بالعكس ممكن بتكون اكثر اغراء من غير المحجبة. يعني ليه مش مسؤوليتك انت ان انت تغض البصر يا سيدي لو انت مش عايز تبص او تبص وتشوف حاجة عجبتك وتقرر اشكرك يا رب ان انت خلقت حاجة جميلة وتكمل في سكتك. عايزين نمثل المجتمع اللي احنا فيه ونعالجه. الدين يتعارض مع الفن وانه كل ما انت عايز تقرب من ربنا تبعد عن الفن. I praise the Lord انه هو ادى موهبة شكلها كده لشخص. في واحد تلاقي حاطط على دراعه اربع فرسان. قلت له يا عم لا انا مش اخوات. قال لي تلاقيك اصالة ولا نور ولا اي وراح شاتم. قلت له يا عم ايوه انا اسمي جون. قال لي استغفر الله العظيم ما توصلش كده. عاوزة قلبي يفضل مصدق انه انا ليا دور. بتسأل كتير قوي ومن ساعة ما عملت البرنامج ده. حلو قوي البرنامج بس يا مايا عايز اسألك سؤال. مين اللي عامل الاعداد؟ المفروض تبقوا انتوا مذيعات وفي ناس تانية بتعد. حاسه لا انا طالعه اتكلم انا اللي عايزه احضر الكلام اللي انا هقوله مش عايزه حد يقولني كلام. بحس انه فكره البرنامج دي هو ان انا هطلع واقول ان انا فكرت في الموضوع ده يا جماعه وانا فعليا ما عنديش اجابه او انا عارفه بقى انا عندي راي وراي قوي كمان بس انا عارفه ان انتم معترضين معايا يعني مختلفين معايا فيه وده مش مشكله وممكن انا وساندرا نبقى قاعدين جنب بعض ومختلفين ونخلص يعني تخلص الحلقه واحنا لسه مختلفين. راجل عايز يتعبد عايز يصلي يصلي فين؟ خلاص الموضوع مات الكلام فيه اصلا مش هو بيتكلم على انه ده دوره في الكنيسه. شكرا. لا طب يعني بس حلينا مشكله التحرش. لا ثانيه نفهم الاختلاف عشان احنا في الحلقه دي غالبا انا وساندرا هنختلف. هنوضح الاختلاف من الاول ان احنا نكشف ورقنا على الترابيزه ويطلع ورقنا ده متناقض مع بعض وفي مشاكل ده مش اخر الدنيا ومهم انه يتعمل على التلفزيون يعني انه هي دي الرساله يعني وكل واحد يكتشف بقى هو عايز يعمل ايه بعد كده. النهارده معانا جوانا جوزيف. اهلا بيكي. هيثم انتي اصريتي النهارده انه يبقى العنوان تحت اسمك مواطنه مصريه فاحكي لنا اكتر ليه انتي بتحبي التعريف ده وما تفضليش اي تعريف. هو انا مش بشوف اي لازمه لاي حاجه تانيه بعدها يعني هو ده مش كفايه يعني انا لما اقول لك مواطنه مصريه هتسمعيني بطريقه مختلفه او لو قلت لك بشتغل فين هتنبهري فهتبقي هتركزي معايا اكتر مش اي علاقه. إنسانة مواطنة مصرية كافي جدا بالنسبة لي. طيب إحنا النهاردة عايزين نسألك عن هل أنت بتحسي فعلا إنه إحنا عندنا ازدواجية في مجتمعنا وخصوصا في الكنيسة؟ مفهوم الازدواجية على طول بيحط عنوان تاني أكبر منه تمييز. ازدواجية دي معناه عندي معايير مش زي بعض وقياسات مش زي بعض. اللي انا نفسي اوضحه النهارده جدا وده اللي كان مخليني متحمسه جدا اجي ان انا اقنع المصريين المسيحيين انه كل مواثيق حقوق الانسان الدوليه متاخده من الكتاب المقدس. فلو حضرتك مسيحي وافتخر لازم تفتخر بانه المقاييس الاساسيه اللي المجتمع الدولي اتفق عليها من الكلام ده احنا بنتكلم في اوائل التسعينات احنا فايتنا قرن في ده. ولو انت من الناس اللي يا سلام اول ما بتشوف المسلسل التركي بتنبسط جدا وتتفرج على الفيلم الاجنبي تنشكح قوي من المجتمع بتاعهم فلان هم سبقونا في ده هم بقوا في الحته دي. انت بتقولي حاجه مهمه قوي او يعني انا محتاجه اسالك فيها. انت بتقولي ان مواثيق قول الانسان متاخده من الكتاب.
اه طبعا كلها ولا مبدا ولا مبدا مش متاخد من الكتاب. ولما كتبوه اتكتب وتحتيه الايه بتاعته. زي ايه بس علشان جمهورنا يبقى فاهم؟ انا جايبه لكم يعني طبعا حاجه كان لازم اجيبها علشان افرها بسرعه. مش هدفي اوعظ ولا هدفي ان انا امجد في المسيحيه ولكن هدفي ان انا اقول لك لو انت بتنتمي الى المسيح فعلى فكره هو الشخصيه دي اساسا حقيقيه موت. يعني شخصيه المسيح دي انا من الحاجات اللي مخلياني متمسكه بيه انه شخص حقوقي بشكل الـ الـ التفريعات ما بتعديش على دماغه وهو بيتعامل مع البني ادمين او بيبص عليهم. فهفرهم بسرعه ولو عايزين نقف عند حاجات معينه احنا هنقف عند حاجات معينه. اولا كلها اتعملت علشان دي معايير عشان الناس تعيش بكرامه كبشر. في حد متضايق من العنوان؟ لا. بكرامه كبشر مش مضايق حد صح؟ الميثاق الدولي لحقوق الانسان اما جه يحط البنود بتاعه الطفل اخذ الايه بتاعه دعوا الاولاد اطفال ياتون الي واتحط عليها اعلان حقوق الطفل سنه 1924. احنا بنتكلم فرق قرن يا جماعه تقريبا. احنا بنتكلم فرق قرن. فعمل ايه المسيح لما قعد مع الاطفال؟ جم يتكلموا هتعملوا لي ازعاج ابعدوا دول عنه شويه ده بيكلم الكبار انتوا اتهبشتوا ولا ايه اللي جابكم هنا؟ هش يلا على بيته وكل اسكت خالص اسكت خالص انت مش فاهم انت بتعمل ايه. فسكت الكبار عشان يسمع الصغيرين عشان خدوا ينططوا على حجره ويقعد بيه الصوره اللي احنا بنحبها. وانا متاكده متاكده 1000% انه المسيح لو شخصيه منفره ما كانتش الاطفال راحت ولا ماما قالت انا طالعه اسمع المسيح فالله دي رحله حلوه يلا يا اولاد نروح. لو هو كان الاجواء نكديه حواليه يعني ما بيحبش فيها الاطفال. فتحطت ايه الحاجات بتاعه الاطفال بقى؟ الطفل لازم ينمو بشكل طبيعي وناخد باله. مش هقرا الحاجات بالنص لكن الطفل لازم يتلقى العون يبقى له الاولويه في اوقات الشده. يعني في اوقات الخطر تطلعوا الاطفال الاول وبعدين الكبار. انه الطفل يبقى في مكان بيعيش فيه انه يحمى من الاستغلال. الطفل يتربى في جو عائلي ويبقى له الاولويه في الخدمات. الايتين اللي كانوا عليهم بيحطوا دي اللي هي يسوع وهبنا نعمه الحق والحياه فانت لازم تتعامل بالنعمه وبالحق. ففي كل بند فين النعمه وفين الحق فيه؟ فين النعمه وفين الحق فيه؟ فدي مثلا الحاجات اللي اخذناها في اعلان الطفل من يسوع. بس هل بالضروره انه المبادئ دي يعني انا ما اعرفش هي اتحطت يعني انا ما اعرفش اذا كان الشخص اللي حطت المبدا كان حاطط قدامه ايه كتابيه؟ حقيقي. لا 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 ده فعلا حصل على فكره ده فعلا حصل. لانه هم هيجيبوها منين؟ يعني ده القانون الاخلاقي اللي كان المفروض شكله هيجيبوها أحط. منين؟ دي حاجات يعني لو البني ادم بقى بني ادم بجد هيطلع بالافكار ديت. قولي تاني. الفكره انه هل الايه الكتابيه اتحطت وبعدين عملنا حقوق الانسان ولا لا؟ انا سؤالي بقى مش بس كده. ساعات كتيره قوي يعني انا ممكن اصدق ان الناس بصت في الكتاب وقالت اوكي كتاب فيه المبادئ دي وبالتالي المبادئ دي لازم تطبق في المجتمع الواسع وفي المجتمع الضيق وكل حاجه. بس هل احنا فعلا بنعيش كده؟ لا انا عندي مشكله اكبر يا مي. انت حاسه انه اصلا الناس مش مقتنعه بالمبادئ؟ انا عندي مشكله ان انا بحاول اقنعك انه ده حقك. بحاول اقنعك انه لو انت عايز تلتزم باللي ما هو كتابي. على فكره الكتاب بيقول لك نرجع لنفس الحته تاني وانا لازم ادي امثله. الحق في من ضمن الحاجات اللي كانت في الاطفال كم المعجزات اللي عملها يسوع للاطفال ملهاش اول من اخر. عمل كميات معجزات خاليه للاطفال وراح مشيلهم مشاوير وابن قائد المئة وابن ارمل اتنين. الطفل بالنسبه له وهقلب انا بقلب صفح كتير يعني لو هاجي للمراه اول ايه اتمسكوا بيها فمن البدء الخليقه جعلهما ذكر وانثى فرحوا حطوا حقوق المراه. لما اتكلم على المساواه بين الراجل انه من البدء على فكره ده مش كمان يسوع اخترعها ده هي من زمان طول عمرها كده. وحطينا لانه طلع المجتمع اتفاجئ مع روحه لما جه يبص على روحه انه عنده تمييز قوي جدا ناحيه الست. يعني اتفاجئوا في بعد القرون احنا لسه ما اتفاجئناش كفايه. هو ده اللي انا بقوله بقى مي. هو ده ان انا محتاجه اتخض على فكره ان انا مش كتابي خالص. ان انا وانا بمارس ده انا مش كتابي خالص. لو انت عايز تبقى كتابي ده يعني في مكالمه كان معانا تهالي استاذ وديع كان بيقول انه في مكيالين مكيال جوه الكنيسه واستخدم ايه اعطوا لقيصر لقيصر وكان المثل عن انه الست ليها دور جوه الكنيسه وبره المجتمع. بره المجتمع ينفع تبقى رئيسه الدوله لكن جوه الكنيسه
ليها دور مختلف، ما ينفعش يبقى ليها دور قيادي. مش عايزة أوعظ برضو في الحتة دي، لكن المقابلات الشخصية بتاعت المسيح اللي في الكتاب يعني مش بتهز مع الستات، مش بتهز. اتفرجي عليه وهو بيموت على الصليب، فارق معاه مشاعر أمه، فعايز يسيبها في إيدين حد. يوحنا بص أنا بموت خلاص وبودع، أمان عليك ماما. شايفة لغاية فين بيفكر؟ شايفة هتبقى محتاج، هتبقى خلي بالك منها. وهو بيتعامل مع المجدلية، مع السامرية، مع السامرية دي أكتر آية استخدموها في التمييز ضد المرأة وضد التمييز العنصري. قالت له انت ازاي بتكلمني وانا سامرية وانت مفيش حاجة اسمها كده، ده انا ست وكمان سامرية، مفيش حاجة اسمها كده، مش مبادئي، مش مبادئي. انت كل الممارسات، عشان كده هحط تايتل كبير قوي. يا جوانا سؤالي هو ازاي انا النهاردة في الكنيسة امارس المساواة دي اللي المسيح بينادي بيها، وازاي انا مش بمارسها؟ انا هدي امثلة من الحاجات اللي بتضايقني. الحاجات اللي بتضايقني في مدارس الاحد، انا كنت بتفرج على التمييز بين الولد وبين البنت، كنت بتفرج على التمييز بين البنت الجميله والبنت الاقل جمالا، بين البيضه وبين السمره، بين اللي صوتها حلو وصوتها وحش، بين الغنيه وبين الفقيره. احنا عندنا كارثه كبيره اسمها اجتماعات اتكلمنا عنها بجد خطرة، حلقه كامله مش فاهمها خالص، عايزين نتكلم في الموضوع ما بفهمهاش يعني. فلا اصل اطلع الورق يعني اجيب لكم الايات، مش يعني هي دي مشكله الكنيسه. مشكله الكنيسه ان انا بره الكنيسه بنادي مبادئ كبيره قوي واتغاظ جدا ان انا مش بتعامل بيها، في نفس الوقت انا جوه الكنيسه مش بتعامل بيها خالص. خدي من بعدها، من بعد مدارس الاحد بقى، انه لا في مدارس الاحد في نقطه، ده لما تحصل خناقه بين ولد وبنت بتتحامي يبقى كل همك ناحيه الولد ان انت ما تكسريش كبرياءه، بس مش فارق معاكي خالص القهره بتاعت البنت، فاهمه؟ فعشان هو زعق انت رحتي ناحيه عايزه تلمي الدور. بس في واحده راحت مننا هنا هنطبطب عليها، دي صغننه وهتنزل لها دمعتين وخلاص، ومحدش بيتكلم معاها خالص في اللي حصل. اطلعي بعد كده بشويه وشوفي لي الممارسات بتاعت في اي من الكنائس اللي ازحت. قد ايه من الخدام بتوع المنابر ستات وقد ايه رجال؟ حتى القضيه بتاعت التعليم، انا ما قلتلكش انا حتى من اول عاداتهم الاجتماعات الصغيره اللي هي الاجتماعات الشبابيه بتاعت القطاعات، انا مش بتكلم في الاجتماع العام بتاع الاجتماع، عندنا كارثه تانية مع الابهات والامهات والكنائس، ما عندهمش مشكله خالص انه يحصل اختلاط في المواصلات وفي المدرج وفي الجامعه وفي كل حاجه، لكن عند الكنيسه يفصلهم راجل وست، يا سبحان الله. مع انه ده اكتر مكان عادي جدا ان احنا نمارس فيه ابعد حاجه، انا حر يعني الحريه في المسيح، فاهمه؟ اعلانات والعناوين تخزق عين الشمس، ده بجد ده بحاجه حقيقي. عندي مثلا نستغرب قوي انه بناتنا ما بيتقلدوش مناصب عليا. طب ما ترجع معايا كده ورا شويه كده، كتمت نفسها قد ايه؟ اكلمك على اقعدي حطي تحت كتمه النفس دي بقى 1 2 3 4 5 حاجات في البيت وحاجات في الكنيسه، وبابا وماما مش ذنبهم، بابا وماما مشكلتهم انه هم بيستمدوا المعايير بتاعتهم من المنبر. ودي كارثه، دي كارثه. لو المنبر مشي على المجتمع مصيبه سودة، لو المنبر مشي على اللي مفروض عليا، ده مفيش اكتر من ثوريه المسيح حصلت. المبادئ اللي حطها المسيح عشان اللي اخدوها علشان يحطوا الحق عن الدفاع وانك يتوكل محامي، اتاخدت من المحاكمه بتاعه المسيح. في اكتر من كده، حق المجني عليه، عقوبه الاعدام بعد احداث الصلب واللي حصل فيها واللي عملته على التاريخ، ابتدينا نناقش الاعدام، واحنا من حقنا نسحب من حد حق الحياه. لما هرب، لما اضطر يهرب لمصر بالليل، حق التهجير القسري. يعني ما فيش حاجه في اللي الناس بتنادي بيه ومحرموقه عليه قوي ما كانش كتابي. احنا اللي محتاجين نرجع تاني نشوف حقوقنا اللي شايفها المسيح لينا وعاش بيها طول الوقت في الارض، هو شايفنا ازاي؟ وانا لازم اشوفني ازاي واشوف عيالي ازاي واشوف مجتمعي ازاي؟ الفكره كلها في انه هو لما راح على مجتمع كان مستعمر، فانت في اسوأ
كل القوانين بتاعه العبوديه والرق و و و و انت تحت استعمار كلها، انه ازاي كان في افتراء فصل الدين عن الدوله من الحادثه الشهيره بتاعه لما قلب لما دخل الهيكل. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مش مكانك مش هنا خالص. اعطي مال قيصر لقيصر ومال الله فصل الدين عن الدوله بشكل كامل، انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ وهكذا. فارجع تاني شوف المسيح واتفرج عليه واتفرج على ادائه والطريقه اللي بيكلم بيها وعينيه كانت بتروح فين ودانه كانت بتروح فين وكان بيرقط ايه، وانت تعرف المفروض انسانيتك تبقى عامله ازاي. عايزه مظهر تاني من المظاهر المستفزه جدا بالنسبه لي. هو حضرتك مستفزه؟ انا مستفزه موت. احنا يعني انا يعني هل محروق دمي ان انا ببقى حاسه ان انا فاهمه كويس قوي المجتمع الشرقي وتحفظاته والخلفيه الاسلاميه وكل ده ونحطه في الاعتبار وعيني على راسي. بس صعب عليا ان انا عايزاكي تقولي الفكره دي قوي، بس قبل ما تقوليها هناخد التليفونات عشان الفكره كلها تبقى متسقه مع بعضها. ماشي. الو ماريان. الو انت صوت واطي قوي. احنا الصوت بالنسبه لنا مش واضح. ممكن تحاولي تاني لان الصوت مش واضح برضو بالنسبه لنا احنا كمان. فماريان هتحاولي تاني، واحنا معانا هايدي من المنصوره دلوقتي. الو. الو ايوه هايدي. ايوه انا هايدي. اهلا بيكي، اتفضلي انت على الهواء. اهلا بيكي. انا بس كنت بعد اذنك عاوزه اكلم مدام جوان، عايز اسالها سؤال. اتفضلي. اوكي. اتفضلي. طيب كنت بس عايزه يعني هقول لك على حاجه. اوكي. وعايزه اعرف في الموقف ده انا كبنت اتصرف ازاي. ماشي. اتفضلي. اول حاجه انا لما اجي يعني مثلا ادور، انا عندي 25 سنه ومش بشتغل، لما اجي ادور على شغل كبنت وبالذات في الفتره اللي احنا فيها دي الواحد بيصادف مواقف مش لطيفه في الشغل مع الناس اللي بيتعامل معاها وكده. لما بيلاقي مثلا ايه اعلانات في الكنيسه والكهنه بتساعد الناس ان هم يشتغلوا كده، فاحنا بنلجا لهم. اوكي. بدل ما ندور احنا من بره بره، لا احنا بنلجا للكنيسه وبنقول لهم يا جماعه بليز احنا محتاجين الشغل عايزين نشتغل. خلاص. ايه رايك في الجملة اللي أنا هقولها لك دي؟ أنت عايزة إيه؟ أنا عايزة أشتغل. طيب أوكي. طب بصي إديني طب فرصة أدور لك على حاجة تنفع لك. يعني إيه على حاجة تنفع لك؟ أيوه يعني عشان أنت عارفة أنت بنت بقى والمجتمع بتاعنا ومعرفش إيه. طيب هو يعني الموضوع صعب للدرجة دي؟ طبعا الولد سهل قوي إن إحنا نلاقي له شغل، هيشتغل أي حاجة وشركات كتير هتقبله كده، لكن البنت يعني ممكن بقى تشتغلي اسمها ان انا ابقى قاعده في عياده اخد مواعيد معرفش ايه. طب ده انا اولا انا معايا ليسانس اداب، يعني انا مش واحده متعلمه، مش واحده يعني مش واحده مثلا قاعده في بيت ومش متعلمه، يبقى ده اخري ان انا اقعد كده. ما انت بنت. اوكي. فالنقطه دي تعبلي نفسيتي بطريقه غير طبيعيه، لان مش انا اكيد مش هايدي الوحده اللي بتواجه الازمه دي، بنات كتير جدا. الكنيسه نفسها بتتعامل مع البنت ازاي؟ نقطه ثانيه، نبقى زي مثلا احنا في الكورال. اوكي. وحاجه حلوه خالص بقى احنا بنخدم ربنا وفي الكورال وحاجه لطيفه قوي، ربنا مدي الواحد نعمه صوت كويس. لا تعالى يا فلان انت الترنيمه كويسه، تعالى يا فلان تعالى يا فلان، تبص تلاقي الترانيم كلها راحت للولاد. طب والبنات؟ اصل البنت شوفي بقى بيفكروا بطريقه مستقبليه، اصل انت هتتكسفي، اصل انت هي مش عارف ايه، اصل انت ها ايه، اصل انت بنيته. ايوه يعني احنا نروح نتدفن بالحياه مثلا وانا مش فاهماكم، يعني احنا نعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنات بس احنا بني ادمين، احنا في المجتمع ده لينا حق، احنا بني ادمين. فهي دي النقطه اللي انا عايزاكي بس حضرتك تعرفينا احنا نعمل ايه؟ نتصرف ازاي مع الناس اللي بتقول لنا او بتتعامل معانا بالطريقه دي؟ ان احنا المفروض نبقى قاعدين في البيت ويوم ما نفكر يبقى لينا حاجة مهمة في المجتمع أو إن إحنا يبقى لينا دور، يبقى دور ملوش دور، حاجة ملهاش أي حاجة أصلاً لمجرد إن إحنا بني. هايدي شكراً على مكالمتك، حقيقية جداً، وواضح إنك اتظلمت كتير في فكرة إن أنت بنت حتى في الشغل وفي الخدمة.
فسؤالها يا جوانا هي عاوزة تعرف تعمل ايه، يعني هي حاسة انه هي هتدفن بالحياة زي كلامها، او انه لانها بنت يبقى دورها مهمش جدا، ايه اللي ممكن تعمل؟ انا ما بديش كبسولات وما عنديش اي خلطات سحرية للأسف، بس اللي انا متأكدة منه انه انا فاهمة كويس قوي قوي، وعندي هذا الوعي والادراك والايمان في نفس الوقت، انه ربنا اختار هذا الجيل وميزه علشان يحصل هذا الاختراق في الزمن. فدايما اقول الجملة دي لأي حد في السن من اواخر يعني 18 19 20 30، انتوا الجيل اللي هيشيل الطين. كم التحديات اللي عليكم في انكم تواجهوا ده، يا هتطلعونا لقدام يا هنرجع لورا 10 سنين. مفيش حاجه في الوقت الجاي هتتاخد بالسهل ومن غير معثره، عشان نبقى واضحين. اللي عايز يرجعني ورا هيرجعني ورا. وعلى فكره مش بس يعني انا مش بتهم رجعيه التيار اليميني الديني، لا 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 خالص، احنا عندنا ده احنا بنناقشه، احنا بنتكلم على كنائسنا وعلى بيئتنا وعلى بيوتنا وعلى كده. فانا لكن بره السياسه انا اتفتحت لي طاقه نور وبوابه وشباك دخل لي منه اكسجين، علشان ربنا كرم الجيل ده انه ينططنا نطه. فاحنا هنعافر اللي انت، كل النصيحه بتاعتي اللي انت مقتنعه بيه اعمليه. لو انت هتتكسفي هتكسف، هقول انا محتاجه ان انا اتمرن وان شاء الله يا رب اتمرن قدام المرايه لغايه ما اقدر على مواجهه الجمهور. لكن لو انت متاكده انك تقدري على مواجهه الجمهور لازم تطالبي بده. اسمعيني، لو نشست قولي لي، يعني خلينا القضيه بتاعه الصراع في منطقه الكفاءه هنحتاجه كلنا. انه من هو كف، انا هقرر زي اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيه من قبل فتره، اعين مسلمين وما اعينش مسيحيين. يا جماعه عامل الكفاءه هو مقياس. نفسه بولس قال لهم كده، اودعه اناس امناء يكونون اكفاء، يعني امين، امين بمعنى كمان الامانه، يعني مش هيسرق، امين وكف. مقياس الكفاءه ملوش علاقه خالص دينك ايه، علاقه بالكفاءه. الكفاءه دلوقتي بقت مش من المعيار الاول في المناسب، هو ده اللي انا بتكلم فيه، اللي ينفع. كان في من فتره كده، من قيمه 3 اسابيع شهر، كانت في اجزخانه موظف مارس فيها نوع من انواع التمييز العنصري بشكل فاضح، اتعمل بيج على الفيسبوك وعملنا قدامه وقفه وفضحناه، وكانت فضيحه بجلاجل. كان لانه قرر تمييز ايه جوان؟ كان مش راضي يبيع لحد اسمر شويه. والبنت دي من النوع المتحدي جدا، كلمت اصحابها واتعملت الوقفه في خلال 4-5 ساعات، واتفضح واتاخد اجراءات ناحيه هذا الموظف، افتكر انها وصلت لغايه الفصل. فما فيش حاجه الوقت الجاي والزمن الجاي هناخدها واحنا قاعدين مريحين. كل اللي انا بقوله للشباب بصفه عامه، طور من مهاراتك على قد ما تقدر، بحيث انك لما تدخل في مجال منافسه تبقى كفء، فيبقى ليك حق المعفره. يعني ما تجينيش وانت نص نص وبعدين تقول لي خدوا، ما لازم ياخدوه طبعا. فأهل نفسك بحيث انك لما تبقى في محك مقارنه تبقى قدو. بس انا بيتهيألي كمان انه اللي بيحصل ده في المجتمعات، في مجتمعاتنا سواء في الكنيسه او بره، انه زي ما يكون بيوصل لنا رسائل ان انت عمرك ما هتبقي كفء، سواء انت علشان انت يعني انت بنت، او علشان انت مستواك الاجتماعي فلان، او انت عشان شكلك، او عشان اي حاجه في الدنيا. فحتى الخناقه بتاعت انه انا يعني اطور من نفسي ويبقى عندي هذا الرجاء ان انا ممكن اوصل، بيبقى اصعب قوي قوي قوي، لان كل الناس اللي حواليا بتقول لي انت ما ينفعش توصلي، وحتى لو ينفع توصلي احنا مش هنوصلك لان احنا مش مقتنعين. هي دي المعافره، يعني بالظبط يا مي، هي دي المعافره اللي انا بتكلم عنها، انه في الاخر الكره في ملعبي. فهو قراري، انا هستسلم ولغايه فين هستسلم. هقع والنهارده احبط، وسامحت نفسي في ان انا النهارده محبطه، وسامحت نفسي في ان انا النهارده مكسوره شويه، وسامحت عادي في انها بتفضفض، بس في الاخر وفي الاول انا عارفه ان انا هقبل التحدي في حاجات من، يعني في حاجات هواجه فيها امكانياتي وقدراتي، انه اولا يبقى عندي المناعه النفسيه. المناعه النفسيه افضل بكلم نفسي انه العيب مش فيا، العيب مش فيا، العيب مش فيا، العيب في موروث ثقافي واجتماعي،
قليلين من الكبار اللي هم من الاربعين وطالع هيعرفوا يفلفصوا منه، قليلين قوي. فمش يعني الصراع ده مش في ايديه كله، يعني مش خيوطه مش في ايديه كله، قليل قوي عشان هم ما مش مدركين. لا هو غصب عنهم، هم غصب عنهم، يعني ده جيل جيلي واللي قبليه، احنا مارس علينا نوع من انواع ال انت كنتي بتصدري للبلد ان دايما المشكله عندك، يعني اعمل فيكوا ايه؟ عمالين تخلفوا لنا، مش عارفين ناكلكم، مش دايما العيب عندك، يعني انت مجتمع طالع بعقده ذنب انه انت السبب في كل البلاوي اللي بتحصل، فاهمه الفكره؟ فهو اتعود يبقى قليل الحيله لانه حاسس ان هو السبب مش هو اللي معمول فيه، يعني فاهم قصدي؟ فانا كل اللي انا بقوله للقطاع ده من الشباب، بما ان انتوا اجتماع برنامج شبابي، اتلموا على بعض، اسمعوا بعض اكتر ما تسمعوا، يعني سدوا دانكو على اللغه دي، امنوا روحكو، اعرفوا ان احنا في زمن في معفره، وخدوا التحدي بانه مش هنعمل في عيالنا اللي اتعمل فينا، مش هنبقى احنا، يعني انا لما اجي من هنا من دلوقتي بقول لنفسي لما هبقى في مركز ما وهيجيلي انه انا اللي هاخد حق التعيين، انا فعلا هختار الكوف، يعني في قرارات انا باخدها لنفسي في كل يوم امارس الحقوق اللي انا بطالب بيها، ولا بتبتدي في قرارات صغيره، وانا بقول لك التحدي هو انه هيجي لكم وقت هتبقوا انتوا اللي في ايديكم القياده. لو ما جهزتش نفسي على مستوى إيه قياده مختلف عن اللي بيتعمل دلوقتي، يعني ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انك هتقولي هقول ايه؟ هقول على فكره ده مش كتابي، اللي هو ايه اللي هو التمييز اللي انا لقطته، التمييز اللي انا لقطته ده اللي حصل ده، هعمل عارفه لما تجيبي الماركر وتعملي بالفسفوريك كده على البتاع، على فكره اللي حصل ده غلط وانا شايفه غلط للاسباب الفلانيه، وعلى فكره له ايه، فاهمه؟ فعلشان ما نتخدش في الحته بتاعت إيه انتوا فجرتوا، بالذات البنات فجرت بقى، يعني فاهمه الفكره؟ فاحنا هندخل هذا الفايت مع قيادات كنسيه، عند قيادات كنسيه تجيلهم الست مضروبه، احنا هنسمع قلتي له ايه عصبه الست مضروبه، ايه اللي قلتي له يعصبه؟ ما يتعصب ولا ما يمسكنا ما يتعصب. لسه عندنا لغايه النهارده جوه الكنيسه انت اللي كنتي لابسه اتعكستي، فاحنا عندنا نفس الفكره، نفس يعني امراض المجتمع بحذافيرها جوه الكنيسه. احنا لغايه دلوقتي عندنا كنايس ما عندهاش مشكله خالص ان الاعضاء بتوعها يمارسوا الختان، عندنا كنايس ما عندهاش مشكله خالص انها تتجوز تحت السن. وبتحصل ازاي؟ احنا بنهزر ولا احنا بنعمل ايه بقى؟ وفي يعني انا شايفه ان الستات يستاهلوا ان احنا نتكلم عنهم بدل الحلقه 10 والمواضيع دي بالذات، لكن كمان في مواضيع تانية ملهاش دعوه بالستات، يعني في حريه عقيده، تمييز طبقي، كل يعني حاجات كتيره جدا احنا بننادي بانها ما تحصلش بره وبتحصل. بصي هو كل الكلام دون ابتدى يبقى غريب على ودننا، احنا لازم نسامح نفسنا في ان احنا هنبتدي نسمع الكلام ده ومش هنتغير اللي انا بقوله دون، والنقلات اللي لما انا بقول ده عملوه كانوا بيناقشوه من 100 سنه اللي انت مبسوط عليهم ومبهور دون، كان في نفس نوع المقاومه من 90 سنه وانيل من كده كمان، لكن هم مشيوا السكه. لو انا مبدئيا من اول مش هتخض انه بنسمع الكلام ده، مش هتخض ان احنا بقينا بنناقش القضايا دي، مش هتخض انه بقت في افكار وبعدين اراجع نفسي انا بالذات انا اعمل كده، يعني لما الاقي سنكم بيتكلم اتخرس خالص، لانه غالبا انتوا هتنقلوني نقله وهتمط، فانا لازم انا اللي بيسمعني وفي سني او اكبر اسكت عشان خاطري، اسكت شويه، امسك نفسك حبه، واقبل ان العيال الورور دي تمطك حته في صدقني كتابي، صدقني ما في انحراف ولا انحلال ولا خالص، ده كتابي على فكره. فانا هقول لنفسي كده لازم اسمح ليا والمجتمعي انه اقبل اتكلم على ده واسكت واسيب الزغنانين يشتغلوا شويه، وانتوا تمارسوا دون وتشاوروا عليه، من فضلكم ما حدش يشوف حاجه وما يقفش نفسه بيعمل ده ويطنش. لانه هي دي كنت امين في القليل هاقيمك على الكثير. لو انتوا امنه في ان انتوا تمسكوا نفسكوا فين انا بمارس في علاقاتي مع اصحابي او علاقاتي مع انا عندي نوع من انواع التمييز او نوع من انواع العنصريه او نوع من انواع التفرقه او نوع من انواع سلب الحقوق، اشباع الجموع، حطوا عليها حقوق التغذيه، حق الاكل، حق اخذوه من اشباع الجموع، يعني
فاهمين لغايه فين احنا راميين بروح الكتاب المقدس ورا ظهرينا. طب تحبي تقولي ايه في الاخر او تحبي تقولي ايه للناس في الاخر في الموضوع ده؟ يعني لو عاوزه تدي جمله او شرح في الاخر في موضوع ان احنا لا نمط نفسنا ديت وان احنا نسمع للناس الصغيرين اكتر او نسمع لانه لازاي احنا مفروض نمارس حقوق الانسان جوه الكنيسه. هسمع هاكد تاني على انه ارجو من القاده الكنسيين يفسحوا شويه للجيل من غير ما يحس خالص انه راحت عليه او انه ما بقالوش لازمه او انه خلاص بقى خيل الحكومه. لو سمحت حصل نقله في مصر ما تبقاش وراها وما تبقاش ضدها. طلعهم وزقهم قدام وقول لهم خدونا. طب تقولي ايه بقى للشباب اللي سامع وحاسس انه يا دي خيبه ده احنا قدامنا حرب مش ما اقدرش اخدعكم الحقيقه لانه الحرب مش سهله والمقاومه شديده وان احنا نفضل في الضلمه ومتاخرين وبنمارس بهدله في بعض. يعني احنا بنبهدل في نفسنا وبنبهدل في بعض. هنقعد مده طويله احنا بنطول التغيير. يعني احنا بنطول المده. احنا كل ما بنمارس مقاومه من نوع انا مش قابل انا رافض اصلا عندي وكل الجمل تلاقيها بتاعه المقاومه قبلها اصلا انا خايف يا دي الخيبه طب هنعمل ايه واخره اصلا انا خايف. يعني اديني اي تحفظ قبل التحفظ اصلا انا خايف البنات اصلا انا خايف زي بتاع الختان ده بس اصلا انا خايف تنحرف لا شيخ. يعني فاهمه فكره في اصلا انا خايف. لما نبطل نقول اصلا انا خايف ونبطل نجرب انا بقول لك انه انا بمنتهى الثقه والرضا لازم ارضى. انا بمنتهى الرضا بسلم الايام الجايه مستقبل مصر والكنيسه المصريه في ايدين شباب انا متاكده ان هم جيل احسن مننا بكتير جدا. اولا لانه عنده استعداد يعبر عن نفسه زي ما هايدي عملت ويقول مشاكله فالمشاكل هتطلع بخبرات حقيقيه ابتدينا نتكلم عنها فدي لازم نلاقي لها حلول. وبالوقت هيسمعوا كلام. يعني بالوقت هتلاقوا المقاومه اقل المنهده اقل الاقناع اسهل. وكل اللي انا بطلبه من الكبار انه من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكون خادم. ارجع لي ورا شويه وطلع العيال الصغيره واسمع كلامي. اسمعوا كلامي لانه انا بقعد مع شباب يفصلوا مني 10 كل واحد فيهم يفصل مني 10. انتوا بتفكروا بره الصندوق افكاركم مش تقليديه بتفكروا باللغه بتاعه الزمن ده. فانا مستامنه نفسي في ان انتوا تقودوني. على فكره انا مش قلقانه انا هحاول اقلل مقاومتي ليكم لكن انا مطمنه جدا 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 ان انا في ايد امينه. شكرا ليكي يا جوانا وشكرا على الكلام اللي انت قلتيه لنا النهارده. فاصل وهنرجع تاني. في حاجات بتاخد وقت كتير قوي عشان تتعمل، وقت وتركيز ومجهود وعناية، شغل كتير احيانا بتاخد سنين، وساعات بيبقى فيها حاجة مش مظبوطة، عوجة غلط. نعمل ايه؟ كتير تسمع حد يقولك انا احسن لي ارمي القديمة، احرقها، اهدها، اسيبها، اسافر، امشي، أتطلق، أستقيل، أهاجر، وأبتدي في حتة تانية، في شغل تاني، مع واحدة تانية، في بلد تانية، مع ناس تانيين، أسيب القديم كله وأشوف لي حاجة جديدة. أسهل بكتير من إن الواحد يفك حاجة ويبتدي من أول وجديد. بس ساعات بيكون أصعب وأشجع قرار ممكن ناخده إننا نفك حاجة قعدنا وقت كتير قوي نعملها ونبتدي من الأول تاني. ليه نعمل كده؟
عشان تستاهل، عشان خسارة. أحيانا بيكون الاختيار البايخ والغلس هو الاختيار الأشجع والأنبل، إنه تبتدي تاني من الأول بنفس الخيوط بنفس المكعبات في نفس البلد مع نفس الناس. هل في حاجات تستاهل إنه ما نرميهاش ونتعب ونفكها ونبتدي من أول وجديد؟ اهلا بيكم، معانا تليفون وهنرجع نكمل نناقش موضوعنا. محمد من الغربيه. الو. ايوه مساء الخير. اهلا وسهلا، اتفضل. انا بس كنت عايز اسال الاستاذه، بس انا ليا فتره على الانتظار. ايوه حضرتك على الهوا، احنا اسفين جدا على الانتظار، على فتره الانتظار. لا بس هي كانت بتتكلم ان احنا خلاص اتفقنا ان الشعب المصري في حاجه غلط بالنسبه للتوازنات، يعني ان فعلا الواحد بيبص للمراه نظره غلط والمراه بتبص للراجل نظره فيها غلط. فهي جايه بتتكلم على نقطه ان كل القوانين الدوليه متاخده من الكتاب المقدس. طب هي كده بتجبرني انا كمسلم ان انا ما اعترفش بالقوانين دي. هي دي نقطة جيدة جدا. هي مش قصدها انك ما تعترفش، هو متاخد القوانين الحقوقية من الكتاب المقدس، لانه يعني هي فعلا انا لما سمعتها وهي بتقول كده كان اول حاجة جت في ذهني انه غالبا مكالمة زي دي. لا انا بيتهيألي ان جوانا كانت بتحاول تتكلم الجمهور المسيحي، لان احنا على برنامج مسيحي، لكن انا مدركه طبعا ان احنا مش كل جمهورنا مسيحي. كانت بتحاول تقول للجمهور المسيحي انه يا جماعه ما تخافوش من القواعد من القوانين دي، انها ضد اللي انتم مؤمنين بيه، مش انها تقول انه احنا بس اللي مؤمنين او المبادئ دي هي المبادئ اللي احنا مؤمنين بيها. هي بتحاول تقول انه مبادئ العدل والمساواه وكل الكلام ده موجود في الكتاب المقدس، احنا مش بنقول انه مش موجود في الاديان الثانيه، يعني. ومش مش بنناقش الفكره دي، احنا بس بنحاول، يعني هي كانت بتحاول تقول احنا يا جماعه مؤمنين بالكلام ده، مش انحلال. لكن نقطه حضرتك جيده جدا، كمان لانه في جمهور كبير مسيحي بيخاف من حقوق الانسان، يعني احنا مجتمعنا بشكل عام بيشكك جدا في حقوق الانسان والمواثيق الدوليه. فاحنا بس عاوزين نقول انه محدش يبقى حاسس انها مش ضد اللي هو بيصدق فيه كديانه. هو استاذ محمد لسه معانا؟ هو غالبا بيتفرج، يعني بيشوف. مش معانا لسه على التليفون. هو يعني هي غالبا عايزه تقول انه ده يعني ما فيه انه ده كتابي. انا حاسه ان الفكره دي اوكي. احنا جوانا عايزه تعمل مداخله. اوكي ضيفه. جوانا احنا معاكي. إيه انا عايزه ارد على محمد. ميرسي يا محمد على سؤالك، وميرسي انك اخذت خليتني اخد بالي ان انا ما علقتش على ده. مصر موقعه كدوله من الدول اللي موافقه على هذه الوثيقه، لان انا لما ابتديت كلامي اتكلم عنها قلت ان هي قوانين محطوطه للانسانيه، للحفاظ على الانسان والكرامه الانسانيه. ما افتكرش انه في اي حاجه في الاسلام ضد الانسان والكرامه الانسانيه. انا لما اديت وقلت حق التغذيه، حمايه الطفل، المراه، ده نتكلم فيه، لكن ما افتكرش ان الاسلام هيبقى ضد انه يبقى عندي كرامه او ان انا اتعامل بانسانيه. لما اتكلم على حاجات ليها علاقه بالضبطيه وانه اتعامل ازاي وانا مسجون، واتعامل ازاي وانا مقبوض عليا، واتعامل ازاي وانا في ازمات، كل ده مش ممكن الرحمة الإنسانية على الضمير البشري أيا كانت ديانته أيا كانت خلفيته. أنا كنت بتكلم للجمهور المسيحي اللي هو حاسس إنه الحقوق دي ضد، هي أساسا إسلاميين أو مسيحيين، أو هي معفرة ضد عادات وتقاليد اجتماعية ملهاش أي علاقة بالقوانين الإنسانية أو الأخلاقية اللي بتحكم ان انا اتعامل معاك بني ادم ولا اشوفك حاجه تانية فاتعامل معاك حاجه تانية. الرق والعبوديه والعبيد دي حاجات قديمه قوي. المجتمعات المسيحيه القديمه عفرت فيها، كانت عادات وتقاليد مجتمعيه، وقفوا لها وقالوا لها اسفين مش هينفع نكمل كده. فكل مجتمع بيجي عليه الدور يتخانق الخناقه دي،
احنا في الحته دي دلوقتي. صح. جوانا تعقيبا على مداخلتك دي، انا وانا جايه النهارده بفكر في الحلقه دي كنت بفكر ان احنا هنتكلم النهارده عن المكاييل المختلفه والازدواجيه في الكنيسه وبراها، وازاي الكنيسه بتطالب بحاجات مش ضروري تكون بتعيشها من جوه. وكنت بفكر انه احنا عندنا جمهور وناس كتير مش كنسي ومش بالضروره مسيحي، وغالبا الحلقه دي هتبقى مش بتخاطبهم قوي. انا عايزه اقول انه استحملونا الحلقه دي، احنا بنعمل ده لانه احنا من المنبر ده من حقنا ان احنا ننقد الكنيسه لانه احنا جواها ومنها، واحنا بنحاول نعمل كده علشان نحاول نتحرك، ومش بهدف النقد، هو بهدف ان احنا مش هدف الاتهام ولا مش اتهام، لكن يعني عندنا لفظ النقد البناء ده. أيوة. انا واصحابي بنستخدمه كتير، وده اللي احنا بنحاول نعمله، نشوف في المرايه عيوبنا ونحاول نحسنها ونساعد بعض، يعني نساعد بعض، نوري بعض عيوبنا، لان احنا كاصحاب برضو ممكن انا اساعدك تشوفي حاجه في نفسك انت تساعديني وهي وهكذا. بالظبط. لكن احنا غالبا في الحلقه دي لان احنا كنا بنحاول نعمل كده ونشوف نفسنا، اتكلمنا زياده عن نفسنا بلغتنا اكتر من ما كنا عايزين، يعني اكتر من اللي احنا متعودين عليه في البرنامج ده، وان احنا نحاول نتكلم عننا كلنا في المجتمع ده. صح. ولانه كمان حاسه انه الموضوع بقى مشوار، لانه يعني حتى البرنامج، لانه انا نفسي كل سبت ببتدي ادرك اكتر، نبتدي نتكلم عن مواضيع شائكه ومواضيع مش متعودين نتكلم عنها، بنتكلم عنها مجرد مناقشتها وان انا اشوفها بوضوح، انا نفسي بقيت حاسه انه عينيا بقت بتشوف حاجات ما كانتش بتشوفها، بتسمع حاجات ما كانتش بتسمعها. انا كانت بتحصل عادي جدا حواليا، وانا مش واخده بالي، في اوقات بتغاظ جدا، عايزه كنت ما انا كنت كويسه لا سامعه ولا شايفه. لكن ان انا ادرك وان انا اشوف واسمع وافتح المواضيع كده، تاني هيغير فيا كتير. انا برضه معانا استاذ محمد تاني على التليفون. انا بس صوته واطي شويه، فلو بطريقه ما ممكن يعلى هيبقى كويس. انا مبسوطه جدا يا استاذ محمد معانا، اتفضل. الو. ايوه انا معلش، انا هو التليفون فاصل، ما كانش قصدي حاجه، بس انا لازم نبقى في دماغنا ان احنا بنخاطب برضو ناس هتاخد الموضوع من جانب تاني. صح. بس انا طبعا انا بحكم على الماده اللي في القانون لان هي صح او غلط، انا ماليش دعوه هي عن طريق القران عن طريق الانجيل ايا كانت، بس كانت لازم توضح كل ماده بتتكلم فيها. بس هي طبعا الاستاذ وضحت وجهه نظرها، وانا اسف ان انا اتكلمت بالاسلوب. لا خالص، لا ميرسي انك عبرت عن مضايقتك، يعني احنا كان ممكن حد تاني يحس بنفس الحاجه وما يلاقيش رد، فحضرتك اديت لنا الفرصه ان احنا نرد ونوضح يعني الموضوع. يعني اشكرك جدا على ذوقك وعلى انه مداخلتك فعلا فيها انك مهتم باللي احنا بنقوله، مش مجرد انك متضايق. احنا فعلا مش عاوزين نطلع بالكلام ده خارج السياق، انه يبقى انا ما اعترفش بقى بحقوق الانسان ما دام انتوا جاي، يعني الموضوع قلب انه هو ده مسيحي يعني. مسيحي ومن وكتابي، وانا مش بمشي مع الكتاب وانا مش بؤمن بالكتاب، فايه اللي بتقوله يبقى ده مش تبعي، يعني ده مش اللي احنا بنحاول نوصله. احنا في الاخر بنقول انه حقوق الانسان دي إنسانية كلنا لازم نمشي بيها، وعاوزين نتكلم كل شخص خايف منها لسبب كتابي مسيحي إنه ما يخافش منها. صح. أنا كنت عايزة أقول بالنسبة لي مهم بالنسبة لي إني أقول إنه يعني على المدار الحلقة دي في ناس كتير قوي اتكلمت، آرائها كانت مختلفة مع بعض ومختلفة معانا كمان في أوقات، لكن مفيش حد محتاج يعتذر عن رأيه أيا كان أو عن مداخلته أيا كان، كل الآراء مقبولة، وهو ده هدف البرنامج ده، ان كل يعني ان كلنا نعبر عن راينا. يعني اتفضلي انت بوضوح. انا كنت عايزه اقول حاجه على ساندرا قالته، انه بعد البرنامج يعني انا شخصيا كلمت ماجي الاسبوع اللي فات اقول لها ميرسي على البرنامج ده، لان انا ابتديت افكر في الحاجات من الاول، يعني زي ما انت كنتي بتقولي حاجات كانت متاخده كده، وده وانا نفسي انه يعني كلنا يعني زي ما كانت جوانا بتقول يبقى جيل كده بيفكر تاني في الحاجات من الاول، ما ياخدهاش كده انه ده العادي. انه ابتديت افكر تاني، طب هو انا عملت كده ده يعني هو ده مظبوط ولا مش مظبوط، هو
حتى المثل الشعبي اللي بنقوله ده اللي احنا بنسمعه عادي بيخش ويطلع وننفذه واحنا مش واخدين بالنا، ده طبيعي ولا يعني ده صح ولا غلط؟ طب الفكره دي صح ولا غلط؟ طب المعامله دي صح ولا غلط؟ طب يعني بالعكس هو الصح ان احنا نبتدي نفكر تاني في الحاجات من الاول ونقيمها تاني من الاول ونشوف يعني احنا ماشيين مظبوط ولا محتاجين نغير اتجاهنا ولا نرجع نفكر تاني. احنا ضيفتنا مشيت من استوديو لكن هي مهتمه قوي متابعه جدا فهي عاوز عندها مداخله. ايوه الو جوانا. هو انا سعيده ومشاكحه جدا من مكالمه محمد الحقيقه، فانا ومرسي جدا انه اتكلم وعايزه واحنا متاسفين انه سبناه ملتوع مده. محمد انا كل اللي نفسي اقوله انه همنا واحد، البلد دي همها واحد، اللي انت هتعافر فيه واللي انا هعافر فيه لما يبقى عندك مخاوف من ناحيه اصل دي ايات، الايات دي اللي بتقول لك العقيده اللي جايه منها المواثيق دي فيها ايه بتقول صريحه وواضحه بتاعه احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم، فعمري ما تتوقعش منها اذيه، ما تخافش منها لانها مش عايزه تضرك، دي عايزه بالزبط. تحط اختلافك على راسها من فوق وتقول لك انا هعمل حسابه قبل ما انت تعمل حسابه. فمش هما مش عملوها. وبعدين كم البلاد الاسلاميه اللي مضت على هذه الوثيقه اكيد دخلت الخناقه دي برضو. ما فيش مبدا زي ما ساندرا قالت في حته، مبادئ انسانيه، انا احب اتعامل كده واحب اعامل كده، دي مبادئ معامله، زي ما احب اتعامل فيا احب اعمل فيه، زي ما احب وقت ما انا حق الصحه انا احب انك تتعالج واحب انا كمان اتعالج، حق الاكل والسكن والحريه زي ما احبهولك. الخناقه بقى هو ان انا اطلع بره بتاعه احبه لنفسي بس ما احبوش لغيري، الخناقه دي هنتخانقها كلنا لغايه ما نلين ونرضى ان اللي فعلا بحقه حقيقي بحبه لنفسي عندي استعداد احبه لغيري. بالظبط. فاطمن احنا كلنا في الهم مع بعض، ما تقلقش. شكرا يا جوانا. انا عايزه اخد اخر جمله قالتها اللي هي بتاعه اللي انا احبه لنفسي ما احبوش لغيري، واربطه كمان باللي انت كنت بتقوليه ان احنا ساعات كتير قوي ما كناش واخدين ما بناخدش بالنا من اللي بيخش جوانا واللي بيطلع مننا وكده، وانه البرنامج ده غالبا علينا احنا الثلاثه خلانا ناخد بالنا اكتر قوي من ما احنا كنا متعودين قبل كده. انا بيتهيألي انه غالبا لو احنا بنتعامل مع بعض بطريقه فيها ازدواجيه احنا مش واخدين بالنا، ما فيش حد بيقرر انه انا هعامل النهارده الناس اللي مختلفة عني في الدين بطريقة مختلفة عن ما أنا أحب إن هم يعاملوني، أو إنه أنا هحجر على حرية حد لكن أنا أحب حريتي، مفيش حد بيفكر كده. لكن إحنا مش بنبقى واخدين بالنا إن إحنا بنعمل كده علشان إحنا مقتنعين بمبادئ تانية، زي إنه أنا عقيدتي هي اللي صح وإنه الراجل ده يعني هيهلك لو ما فضلش في عقيدتي اللي أنا مؤمن بيها جدا 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 فأحجر على حريته علشان يفضل فيها. والهدف هو إن إحنا ناخد بالنا من اللي احنا بنقوله، انه لازم يتطبق علينا الاول، لازم نكون بنعيشه قبل ما نطالب بيه ونوعظه. بالظبط، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه حلقه النهارده بالذات، انه هي حقوق الانسان دي انسانيه وبتطالبنا ان احنا كناس نكون بنعامل الناس بنفس المكاييل، يعني كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم، يعني هو ده فكره المكيالين. فلو انا يعني اللي احنا بقى بنقوله هنا النهارده ان احنا مش يعني اللي بنلوم عليه بعض والناس والكنيسه والمجتمع، ان احنا مش بنعمل اللي مفروض يتعمل، مش انه يعني مش ان احنا بالعكس خالص، يعني مش ان احنا ضد الناس المختلفه عننا، بالعكس ده احنا بنقول انه يا جماعه هو ده الصح، من فضلكم فكروا تاني من الاول، من فضلكم ارجعوا قيموا اللي انتوا بتعملوه بدءا من جوه بيتكم لغايه مجتمع. لانه فكره انه مجرد ان انا اسال، يعني مجرد ان انا ابتدي افحص واشوف الحاجه اللي بتتقال لي دي صح ولا لا او مش صح ولا لا، مجرد اني يبقى عندي ان ما اخدش الامور حواليا مسلمات، يعني زي ما كنا نرجع تاني لاسم البرنامج، لكن فكره ان انا افك المتخيط عندي واشوف عاوزاه بنفس الشكل يتركب ولا لا، زي الفيديو اللي فات بتاع الولد اللي بيهد الليجو والبنت اللي بتفك التريكو. يعني انا عندي مثلا كانت جدتي بتعمل لي
لبس الأطفال تريكو لما كبرت فكيته وعملته شالات. فالفكرة ديت انه ان انا اعيد افك بقى الحاجات اللي كانت على مقاسي وانا صغيرة او يعني صغيرة في السن او صغيرة زمان في الوعي في الوعي وافكها واقرر لا انا عاوزة البسها بطريقة مختلفة بغض النظر بقى الطريقة المختلفة دي احسن اوحش، المهم اكون فكرت فيها واخد الحاجة مش كده زي ما هي قدامي ولا ارميها في الزبالة. بالظبط، يعني ولا ان انا كان ممكن تاخد التريكو ده ترميه في الزبالة وتعمل واحد جديد. بس هي الفكرة في حد ذاتها ممكن تكون كويسة بس محتاجة تتظبط، محتاجة تتفهم، محتاجة اديها تفكير تاني بالاول. يعني زي مثلا الاطفال، انا كل فكري ان انا الاطفال دول احبهم واحبهم 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 من غير ما اعلمهم او من غير ما افهمهم زي ما كانت جوانا بتقول، خلاص حبهم وخلاص دول عبط يا عم مش فاهمين حاجه. لكن الفكره مظبوطه، بس الصح بقى ايه؟ مش بس تحبهم، حبهم وعلمهم وفهمهم واحترمهم وقدرهم وافهم بيفكروا ازاي وخدهم معاك واطلع بيهم لفوق او انزل لهم لتحت واطلع معاهم. فهي نفس الحاجه اللي هو ما ترميش الفكره، ما تقولش لا مش هحبهم وهبتدي من الاول وهربيهم وهعلمهم الادب، لكن خدها وظبطها، خدها او خديها وشوفي ايه الجانب اللي محتاج يتبرد كده. يعني يعني فكره مش غلط بس محتاجه. وساعات كتير بنخاف نفكر ونخاف نسال لنوصل لنهايه مش عجبانا او نوصل لاجابه مش مريحانا. يعني انا فاكره كويس جدا حد صديقي كان خايف قوي من انه هل ربنا موجود ولا لا، يعني فكره جات له كده. انا شايفه انه دي يعني علامه صحيه جدا انك بتفكر. بالظبط، هو خايف يوصل انه مش موجود، لكن انا حاسه اسال هتبقى عارف، يعني عارف توصل انه هو موجود عن اقتناع اكتر وعن انه توصل لخاتمه مرضيه لعقلك ولتفكيرك انه الواحد ما ياخدش الحاجة مسلم بيها. بالظبط، يعني فكرة اللي انت بتقوليها يعني ممكن حاجة من الاتنين، لو واحد بيفكر تاني اذا كان ربنا موجود ولا لا، حاجة من الاتنين، يا هيموت الفكرة ويرميها ويعيش طول عمره مش عارف اذا كان موجود ولا لا، يا هيكبرها ويزبطها ويفهم كويس ويدرس فيعرف يوصل الحق. احنا النهاردة اتكلمنا عن المعايير المزدوجة وعن الافكار اللي احنا بننادي بيها وبنطالب بيها ومقتنعين انها صح لكن مش ضرورة نكون بنطبقها. انا عايزة اقول انه اهم قوي 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 من الوعظ والمطالبة والمعافرة اللي بالكلام هي المعافرة في الامور البسيطة في حياتنا في اللي احنا نقدر نعمله. النهاردة احنا يعني متأمنين بحاجات، بجمهور في الكنائس، بشعب كنسي، نعيش كمجتمع متحرر متنور احسن قوي من ما نكون عايشين بطريقه رجعيه. اشوفكم المره الجايه وشكرا على متابعتكم.